نظم المجلس الأعلى للمرأة لقاء تعريفيا افتراضيا حول برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية إرشاد، بحضور عدد كبير من المشاركات بالبرنامج من باحثات عن عمل ورائدات أعمال ومتقاعدات، حيث جرى تعريفهن بمفردات ومحاور البرنامج وآليات تنفيذ جدوله الزمني، إضافة إلى الاستماع إلى احتياجاتهن وتصوراتهن بما يسهم في تطوير البرنامج. وفي مستهل البرنامج تم عرض فرص العمل الخاص التي يتسارع الطلب عليها من قبل أصحاب الأعمال والمشاريع من جهة، وذوي الكفاءات والخبرات من جهة أخرى. هذا وسيعمل البرنامج على تزويد المشاركات بأحدث المعلومات والمستجدات من خلال ورش عمل تفاعلية تطرح أهم المعارف والمهارات والخبرات النظرية والمهنية، مع التركيز بشكل خاص على المتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل والتغيرات الكبيرة التي يشهدها بسبب جائحة كوفيد-19.